اصحى بقى، احنا وصلنا الشركه. خلي عبده يجيب لي علبة أسبرين وشوب قهوة سادة بسرعة. حاضر يا أستاذ صلاح. ربنا يستر، ده باين عليه يوم مش فايت. مصانع مصر للورنيش اللي في بورسعيد بتجهز حملة دعاية جديدة، ولو اشتغلنا بجد هنقدر ناخد الحملة للوكالة هنا. الأستاذ مرسي هيوصل النهاردة بعد الظهر من بورسعيد، عايزاكي تشوفيه نازل في أنهي أوتيل وتاخديني منه ميعاد لبكرة الصبح بدري. عايز الحقه قبل ما اي مندوب شركه اعلانات تانيه يصطادوا. ايوه يا انسه ميسه، ده مش ممكن، مش هنلحق نجهز جنس حاجه من دلوقتي لغايه بكره الصبح. لازم نقدر وهنقدر. دي شويه افكار جات لي وانا جايه في السكه، عايزاكي تفرغيها وتكتبيها على المكنه، واطلبي من الارشيف الملف الخاص بشركه مورسي للورنيش، عايز اعرف عنه كل حاجه. طريقه التغليف، طريقه التوزيع، حجم الانتاج، درجه تشبع السوق، حجم المبيعات، كل حاجه كل حاجه. صباح الخير يا استاذ صلاح. ايه جديد النهارده هريدي في النيله اللي احنا بنشتغل فيها دي؟ فيه الاستاذ مرسي. مرسي صاحب مصانع الورنيش اللي في بورسعيد. هيوصل الليله علشان يجهز حمل دعايه جديده للمصانع بتاعته. ولسه ما اتفقش مع اي وكاله. يعني المساله جاهزه للي يخطفها. وماله هريدي؟ نخطفها. قول لي بقى مرسي ده منين؟ هو اصلا من الشرقيه. من بلد جنبي بالبيس. انما مقيم دلوقتي في بورسعيد. مش شرقيه. مش شرقيه. طب اسمع يا ريدي، خلي الارشيف يجيب لي كل المعلومات عن مرسي ده ومصانعه. ها؟ عايز اعرف عنه كل حاجه. اصله، عيلته، مراته معاه ولا لا، بيشرب خمره ولا ما بيشربش، صنف السجاير اللي بيدخنها، شكل البنات اللي بتعجبه، كل حاجه يا ريدي، كل حاجه. لسه قدامهم كتير. والله علمي علمك. صحصحي شويه يا منى، مش كده؟ بعد ما تخلص الدراسه دي تكتب الاحصائيات على طول. دراسه السوق عايزاكم تعملوها بمنتهى الدقه. ايه رايك بقى في الروعه دي والجمال ده؟ مفيش كلام. الفكره مش بطاله، ممكن تطورها شويه. الارضيه دي لونها ايه؟ دي بنفسجي. في بيت يعني في الدنيا لون أرضية المطبخ بنفسجي؟ طبعا بيتي. أنا اسمي ميسة. أنا صورت الهبابة دي من كل زاوية ممكنة، وبكل إضاءة ممكنة، وبكل العدسات الممكنة، ورغم ده كله طلع زي الزفت. بالظبط. هي العلبة دي شكلها دمه تقيل، ما فيهوش أي نوع من الخيال. ما تكذبش الزبون. ما هو ده اللي مكفرني من الصبح. خلاص لطفي صمم لنا علبة جديدة. أنا؟ الساعة داخلة على نص الليل. ياه، ده احنا على كده بقى هنقعد للصبح. الا اذا كنت انت ناوي توصلني يا لطفي. نعم يا اختي، عربيتي ما تستحملش. ابقي تعالي نامي عندي يا منى، لكن ما حدش هينزل من هنا الا لما نخلص شغلنا كله. وصدقوني يا اساتذه، الوكاله اللي هتقدم احسن علبه ورنيش للاستاذ مرسي هي اللي هتاخد حمله الدعايه كلها. معرفة قديمة اسمها زيزو روكا. روكا حلو قوي قوي. كمان كاس يا مرسي بيه. نقطة واحدة لو تسمح. نقطة واحدة.
قوي صاحبتك روك ده. انا بالصدفه عازمها للادي هي والفرقه. تحب تيجي معانا يا مرسي بيه ونكمل السهره سوا؟ ايه مليش ليه؟ نكمل ايه؟ بصحتك. كمان كاسه يا مرسي بيه؟ نقطه واحده لو سمحت. اسمها روكا هي. اصلها من الشرقية. من الشرقية؟ انا اتعرفت عليها هناك. انا صحيح عايش طول عمري في مصر يا مصري، لكن اساسا من الشرقية. حقيقي؟ من بلد جنب بالبيس. الله، ده احنا على كده بردي. ايه ده؟ مش معقول يا مرسي بيه. الله، انا من الشرقية ومن بلد جنب بالبيس. من جنب بالبيس؟ في صحة الشرقية. في صحة الشرقية. أنا أصل جدي كان بيحارب الإنجليز. يلا، طب أنا جدي كمان كان بيحارب الإنجليز. بس أنا جدي كان مع أدهم الشرقاوي. الله، وأنا جدي كان مع أدهم الشرقاوي. أصل أنا جدي فضل مع أدهم لغاية الآخر، وماتوا هما الاثنين مع بعض. كان معاهم صاحبهم اسمه أبو المراسي. الله، ما أبو المراسي ده يبقى جدي. ده انا جؤمن مرسي حسنين ابو المراسي. مش معقول جدك يبقى حسنين ابو المراسي؟ ايوه. مرسي بيه، احنا بنعيش لحظه تاريخيه. كمان كاس يا فندم؟ نقطه واحده لو تسمع. أدهم الشرقاوي يا مرسي بيه، في صحة اللحظات التاريخية التي لن تعوض. خير يا أنسة مايسة. يا سلام، ده أنا حلمت حتة دي الحلم، إنما يجنن. قال إيه؟ أنا على يخت في وسط البحر ومعايا مليونير جميل وصغير زي القمر. كان حلم حلو بشكل. كلنا ورقصنا، وبعد ما هيصنا جت اللحظة بقى اللي لازم الواحد فيها يا يهرب يا إما. وبعدين؟ هرب طبعا، هرب وسابني لوحدي. قبل ما جيت أجري وراه وأنده عليه، حضرتك صحيتيني من النوم يا منى. هو انت مفيش حاجه في مخك غير الرجاله؟ وفي حاجه احلى من كده؟ المهم ان انا فعلا النتيجه امبارح هايله. الاستاذ مرسي هيتجنن لما يشوف العلبه دي. ورنيش بيترش. لا مسح ولا دعك ولا توطيه ولا رجاله. يا منى، في حاجات تانيه اهم من الرجاله في الدنيا. بس دي كلها حاجات ما تستاهلش. اساليني انا، أكبر منك بيوم، يعرف عنك بسنة. طبعا إذنك بقى لما أروح للأستاذ مرسي أصطاد منه كام ألف جنيه للوكالة. أنسة مايسة، في حاجات كتير قوي صيدها ألذ من صيد الإعلانات. والله يا منى دي الحاجات اللي أنا بفهم فيها كويس، صيد الإعلانات. مع إن أنت ربنا مديكي شوية مؤهلات. آخ، تنفع في صيد أي حاجة.
لكن يا خساره انت مضيعاها في الفاضي. لو كانت المؤهلات دي عندي انا دي الحفله بحقي وحقيقي. يا خساره ما حضرتهاش. قدامي يا اختي قدامي. الدور الثالث من فضلك، جناح الاستاذ مرسي. لكن دي الحفله قربت تخلص. حفله؟ هو كان في حفله في جناح الاستاذ مرسي؟ هي دي كانت حفله بعقل. بقول لك ايه؟ ما تيجي تكمل عندي في البيت. اشمعنى؟ شوف انا معايا ايه؟ كتخيبة، شوف انا شايل ايه؟ فتحة الشرقية. يا ابني شعبا بينا. اتفضل يا اخ انت كمان. اتفضل يا اخ انت بتعرف النادي الاهلي. خد مس اتفضل. يا استاذ مرسي انا عندي ميعاد مع حضرتك بخصوص الدعايه بتاعت المصنع بتاعك. دعايه؟ ايوه. خلاص خلاص. ايوه غدا بقى العبقري الفنان صلاح فؤاد ابدع واحد الدنيا دي كلها. صلاح فؤاد بتاع وكالة اوسكار؟ لا بتاع ادهم الشراوي. طب يا استاذ مرسي خد فكره. ده انا مجهزه حمله دعايه وبعدين عملت لك علبه جديده. شوف انا خلاص سافرت. نعم سافرت. انا دلوقتي راكب القطر رايح مع بلدي. بلدي يا بلدي. يا استاذ مرسي ممكن تفتح عينيك وتكلمني؟ يا فتح عيني وفتح ليه؟ ما صلاح وراني كل حاجه خلاني اشوف كل حاجه. صلاح فؤاد ده وصمة عار بالنسبه لكل شركات الاعلام. ده بتجيلي يا انسه ميسه؟ لا ومش ناوي اشوف خلقته. ده كارثة فضيحة. اللي زيه لازم يتشنق. الله يحبهم عليا. دي مش أول مرة ياخد مننا حمل الدعاية. خلاص مفيش غير إننا نقدم فيه شكوى في الغرفة التجارية ونكشف وسائله الغير شريفة في ممارسته للمهنة ونطالب بوقف. ما ينفعش يا ميسة. فكرك يعني مين اللي هيشهد ضده؟ أستاذ مرسي ولا كام رئاسة اللي جايبهم معاه؟ ثم مفيش قانون في البلد يمنع إن واحد يعمل سهر للزبون. سهرة؟
زهرة دي كانت آخر مسخرة. تصور حضرتك أنا شفت البنت دي متشالة جوه صندوق كمانجا. تخيل بقى إيه اللي كان بيحصل تاني. أستاذ حسن حضرتك موافق على الأساليب دي؟ لا ابدا، قصدي لا طبعا، مش معقول شركه محترمه للاعلان تقوم باساليب زي كده. لا لا لا، امال ازاي وكاله اوسكار للاعلان سامحه اللي اسمه صلاح ده ان هو يعمل الحاجات دي مع انها شركه محترمه وليها سمعتها؟ الكلام ده ايام على الظهر بيه ما كان عايش، ولما مات وابنه علي مسكها. بس ما اظنش ان علي يكون عارف الحاجات اللي بتحصل دي بالظبط. يبقى ان الاول ان حد يقول له ويفتح له عينيه. يا سمايسه انت جديده معانا في الوكاله، احنا تعودنا نعيش مع ناس زي صلاح فؤاد ده، اعتبريه زي الزكام. يا استاذ حسن في طريقتين لعلاج الزكام، يا الواحد يحاربه يا اما يستسلم. انا بقى ناوي احاربه ومش هستسلم. أنا هنا يا عبد العال. انت يا استاذ، انت يا اخ، انت تكلمني انا؟ ممنوع الوقوف هنا، ده موقف تاكسيات. اولا انا مش اخ، انا علي بيه عبد الظاهر. ثانيا انا اقف مطرح ما انا عاوز. ان شاء الله تكون علي بيه الكبير. شيل عربيتك من هنا. انت ظاهر الذوق مش نافع معاك، وانت لازم لك قلمين علشان تتربى. انت قد الكلمه دي؟ طب والله العظيم لما اوريك. طب ورينا هتربيني ازاي لو كنت راجل. عبد العال، اتفضل رب الولد ده يا عبد العال. خلاص اقف زي ما انتوا عاوزين. الاول خلاص يا عبد العال. لا يا سعاده البيت، لا يا سعاده البيت، ده اللي مصحوش اللي بعد الساعه 12. مالكش دعوه انت. انا علي بيه عبد الظاهر رئيس مجلس اداره الشركه اللي هو بيشتغل فيها. انا اللي هصحيه بنفسي. لا يا سعاده البيت، لا يا سعاده البيت. يا أستاذ الأساليب المشينة اللي بتستخدمها في الشركة مما يسيء إلى مدير شركة أوسكار للدعاية. أنا والدي الله يرحمه ما كانش ممكن يسمح أبدا بحدوث مثل هذه الأشياء. بعد ما أنا بقيت رئيس مجلس إدارة الشركة لا يمكن أسمح أيضا بحدوث مثل هذه الأشياء. ولذلك فأنا أطلب منك تفسير فوري وحالي. دافع عن نفسك يا أستاذ. بقول لك دافع عن نفسك يا استاذ، اتكلم. ليه كده يا صلاح؟ انت عارف العصايه دي بالنسبه لي تبقى ايه؟ دي تبقى شخصيتي. انت كسرتها. خلاص يا علي، ما تعيطش، هجيب لك واحدة تانية. ايه بقى الحكاية؟ ابدا، ده جاتني شكوى من عيلة بنيلة. شكوى ايه؟ من عيلة بنيلة عنك وعن اللي بتعمله باسم الشركة، من واحدة اسمها ميسة توفيق.
مين؟ ميسة توفيق مندوبة جديدة للدعاية بوكالة حسن وحسني وحسنين. قالت إن أنت سرقت منها حملة دعاية ورنيش مرسي بطرق غير شريفة، وإنك خدت الراجل سكرته وضحكت عليه بشوية، باختصار يعني مضيته على حملة دعايته معانا وهو مش دريان بيعمل إيه؟ مرسي ده اشتكى لك؟ مرسي أنا ما أعرفش مرسي ده هي اللي بتقول. يبقى خلاص ماليش دعوة أنت، أنا هتصرف. ماليش دعوة؟ ماليش دعوة إزاي؟ أنت عارف الآليسة ميسة هددت بإيه لو ما رفدتكش من الشركة؟ الآليسة ميسة هددت بإنها هتقدم بلاغ للغرفة التجارية تتهم شركتنا فيه بإنها بتتبع أساليب ملتوية وغير شريفة علشان تاخد الدعايات. وأكتر من كده، أكتر من كده يا أستاذ، دي بتقول إنها هتخلي الغرفة التجارية تسحب السجل التجاري بتاعنا. حاضر، مجرد إن أنا أسيب الشركة كام يوم علشان أريح أعصابي أرجع عليها خلاص بتغرق، وحضرتك في سابع نومة ولا على بالك يا أستاذ. مصايب حواليا من كل جانب، مصايب في كل مكان تحيط بيا، وانت في وسط كل ده انت فين؟ انا مش لاقيك. لكن لا، انا بصفتي رئيس مجلس الاداره والمسؤول الاول والاخير لشركه اوسكار للدعايه انا احتج. علي، ممكن تسكت شويه وتسمعني؟ انا سهران طول الليل عشان خاطر شركه اوسكار للدعايه بتاعتك دي، وجايب لك عقد للشركة بحوالي 25,000 جنيه عشان خاطر شركة أوسكار للدعاية بتاعتك دي. أما حكاية إنك أنت سبت الشركة كام يوم عشان تريح أعصابك، فأنت بقالك حوالي 3 أشهر ما عتبتش الشركة خالص يا علي، ودي أحسن حاجة عملتها في حياتك عشان خاطر شركة أوسكار للدعاية بتاعتك. والله بقى أنا ليا أسبابي اللي خلتني أبعد عن الشركة الكام شهر دول. وجودي بيأثر على نفسية الموظفين، بتجيلهم حالة اكتئاب لما بيشوفوني، عشان كده قلت أحسن إني ما أوريهمش وشي خالص. مش كده أحسن برضه يا صلاح؟ علي، ممكن تروح البيت وتريح أعصابك وتسيبني أنا أشتغل. أنت ما أنتش مقدر موقفي يا صلاح، ما أنتش مقدر مأساة حياتي. مأساتي يا صلاح إني أنا اتولدت غني. بس صدق اللي غني؟ ايوه، وارجوك ما تتريقش، الاغنياء دول غلابه جدا يا صلاح، ده حتى ربنا قال طوبى للفقراء ما قالش طوبى للاغنياء، حتى ربنا ما بيحبناش. انت بتعمل ايه؟ مالو وكاله حسن وحسني وحسنين؟ الانسه ميسة ايه؟ ميسة توفيق. الانسه توفيق لو سمحت، ميسة توفيق. ايوه، قول لها صلاح فؤاد. او كده اعتذر لها، ها؟ قول لها ان اللي حصل ده كان غصب عننا، ووعدها انه مش هيتكرر تاني، وانه كان مجرد سوء تفاهم. ايوه لانسة ميسة، من فضلك حضرتك كنت اتكلمتي مع الاستاذ علي عبد الظاهر في مواضيع كده، ممكن اطلب من سيادة الخدمة لو سمحتي. لو سمحتي بعد كده ما تبقيش تحشري مناخيرك اللي قطعا عامله زي زلومة الفيل في شغلي. لا صلاح لا، ومن فضلك عايز اطلب منك حاجة تانية. مالك انت ومال الاعلانات والدعاية؟ ها؟ انت تشتغلي ممرضة، بلانة، مرضعة، اشتغلي مرضعة، مرضعة تبقى كويسة قوي فيه، مالكيش دعوة بالدعاية خالص. انت فاكر حضرتك انك بتشتغل في الدعاية؟ انا لولا ان انا ست ومحترمة كنت قلت لك شغلانتك دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمح لي اقولها لك بطريقة تانية، انا ما بستخدمش وسائل الاثارة الجنسية للحصول على حمل الدعاية زي ما حضرتك بتعمل. ايه ده والله؟ امال بتستخدميها امتى؟ ما بستخدمهاش خالص. طب ممكن تبقي تعزلي جوزك لو سمحتي؟ لعلمك يا استاذ انا مش متجوزه. اها، دلوقتي بقى كل شيء بقى واضح. ايه هو الواضح؟ اصل طبعا مفيش راجل هيتجوز راجل زيه. انا فعلا كنت اتمنى ان انا اكون راجل دلوقتي عشان اعرف ازاي اوقفك عند حدك، وساعتها باسمك ميس توفيق. ايه
هنا. في كباريه اسمه بوني كلاب، في واحده هناك بترقص اسمها زيزي روك، عايزاك تجيبي لي عنوانها وتليفونها من تحت الارض. طيب يا صلاح. عارف يا علي، مشكلتك انك مش قادر تخلص من ظل والدك الله يرحمه، ده انت كمان خايف تبيع عربيته القديمه. اصلك انت ما تعرفش هو كان بيعمل فيا ايه، ما تعرفش انا اتربيت ازاي. ده انا المره الوحيده اللي انا رديت عليه فيها قلع اللي في رجلي وفيني وجعك، والمصيبه اني ما كنتش موجود لوحدي، ده كان في بنت زي القمر واقفه وشايفه كل ده. طب وماله علي، ما كلنا اتضربنا من ابهاتنا واحنا صغيرين. ايوه ده وانتوا صغيرين، انما انا كان سني وقتها 23 سنه، واللي كانت واقفه دي كانت بقى خطيبتي. الو، اهلا يا روح قلبي. روح قلبك مين يا كذاب يا غشاش يا منافق؟ انا اللي استاهل ضرب الجزمه اني صدقتك انك هتعمل لي اعلانات التلفزيون وتعمل مني نجمه في السيمه، مش كده يا استاذ؟ الله 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 الله، اهدي طيب يا حبيبتي، فهميني ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل تاني؟ ايه يا علي؟ ايه يا علي؟ استنى انت ما نشوف ايه اللي بيحصل. ايوه زيزي، في ايه يا حبيبتي؟ انت مش كنت موعدني ان اعمل اعلان وورنيش مرسي وبعد ما ارقص له طول الليل تديني انا بومبا وتروح تجيب البت بتاعتك المسلوعه دي تعمل اعلانات مطرحي؟ حقيقي الانسه ميسه معاها حق في كل اللي قالته عنك. ميسه توفيق، ميسه توفيق نبقى غرقنا. وانت تعرفيها منين يا زيزي؟ انا ما اعرفهاش، ده هي اللي طلبتني في التليفون كتر خيرها وفتحت عيني على حاجات كتير قوي، وبكره راح الاوضه التجاريه بتاعتكوا دي وهقول على كل حاجه. طيب ما تتحركيش، انا جاي لك حالا. باي باي روح قلبي. ايه في ايه يا صلاح؟ ايه اللي حصل؟ غرقنا ولا لسه؟ ما تخافش علي، انا هتصرف. لا لا لا، تتصرف ايه؟ لازم تقولي على كل حاجه، انا بصفتي رئيس مجلس الاداره لازم اعرف كل حاجه. في مشاكل؟ في مشاكل يا علي، في مشاكل. طب ليه بتقولي ان في مشاكل؟ ليه يا صلاح تقولي ان في مشاكل؟ صلاح يا ابن فايد امشي اطلع بره. معقول اطلع بره ازاي؟ ايه اللي حصل؟ انا مش هتكلم الا قدام اللجنه. لجنه ايه يا قشطه بالعسل؟ انا ولا قشطه ولا عسل يا ميه من تحت تبني، بقالها تضحك عليا وتقول على اعلانات عمرها ما حصلت. ده انا كنت حته زي المغفله لولا الانسه ميسه الله يسترها فتحت عليا على حقيقتك. بس انا مش هسكت لك، انا هفضحك وهقول على كل حاجه. خلاص خلاص يا زيزي، روحي قولي لهم، روحي قولي لهم اللي انا رفضت اطلعك في اعلان ورنيش مرسي عشان كانوا عايزين يطلعوك بفستان قديم مقطع يداروا بيه جمالك. روحي قولي لهم، قولي لهم اللي انا بقالي سنتين رافض اطلعك في اعلانات اي كلام لغايه ما اخيرا لقيت الاعلان اللي هيوصلك لباب المجد والشهره ويخلق منك نجمه ما حصلتش. اعلان ايه؟ اعلان ايه؟ اعلان ايه؟ اعلان ايه؟ اعلان ايه؟ اعلان 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 ما حصلش قبل كده ومش هيحصل بعد كده. صلاح من فضلك اعلان ايه يا حبيبي؟ صلاح اعلان ايه؟ الفنكوش. انا كنت هخلق منك فتاة الفنكوش. ايه الفنكوش ده؟ الفنكوش؟ اه فنكوش، الفنكوش. فنكوش. فنكوش ده هو اللي كان هيجيب لك الشهرة والمجد والفلوس. فكوش ده كان هيبقى مفتاحك للسينما وللتلفزيون والاذاعه، لكن للاسف انت ضيعت كل حاجه، حطمت كل اللي انا عملته علشانك يا زيزي. باي باي. صلاح ما تسيبنيش يا صلاح. روح قلبي، انت اللي سبتيني، انت اللي طعنتيني في ظهري. معلش اللي اقول عليك كلمه وحشه يا صلاح. على كل حال خلاص، انا لازم امشي دلوقتي حالا، لازم اصور الاعلان ده الساعه 1 الظهر، انا مضطر اشوف حد تاني غيرك. صلاح انا اللي هعمل الاعلان ده. للأسف الفرصة راحت يا زيزي. صلاح ده أنا حتة القشطة اللي بالعسل بتاعتك، هعمل كل اللي أنت عايزه، بس سيبني أصور إعلان ال هو اسمه إيه؟ الفنكوش. آه هو ده. توعديني إنك مش هتتصرفي غلط؟ أوعدك وحياتك عندي أوعدك. خلاص أمري لله، هستناك في الاستوديو الساعة 1 النهاردة. يا حبيبي يا صلاح.
الفنكوش يطلع ايه الفنكوش ده؟ مش فاهم. فنكوش واحد اكس اول مرة. اكشن. ما تسألونيش وما تسألوش، روحوا اسألوا عن الفنكوش. بام بارارارم بام بام. كات برافو. الفنكوش اللي بعده على رفع مدام زيزي. الناس اللي بعده اتفضل. يا خيري الكاميرا هناك من فضلك. تمام كاميرا هناك. لا كاميرا هناك من فضلك. ايوه لف المدفع كده. ايوه كده. سلكيت كاميرا. فنكوش اتنين اول مره. اكشن. هلا حوش خلي بالك من فنكوش. تن ترارارم بام بام. كات. هاي اللي بعده. كاميرا هنا. فاكر كاميرا. اكشن. فنكوش ثلاثة اول مرة. ادي العقد وادي البروش، ما بقاش ناقص الا الفنكوش. فنكوش اربعة اول مرة. انا ولا محتاجة مكياج ولا محتاجة رموش، مدام حبيبي جاب لي الفنكوش. كات. هايل. اللي بعده عايزين نروح يا جماعة. لا تقول لي سادة ولا منقوش، مفيش أحلى من الفنكوش. تن ترارارا تم تم. كات. كات. طفي. لم كل حاجة. أقول لك إيه يا صلاح؟ على فكرة يا أي كلام. تحب بعد هنا في أي يوم تاني؟ لا 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 ده كده كويس قوي. خلاص يا روح قلبي ممكن تلبسي. تحب اطلع لك الشغل ده على طول؟ لا 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 اركنه عرفه. اركنه على ايه؟ عرفه. هلا انا كنت متصرف على الشغل ده. انا هبقى اتصل بيك بعدين. هايل يا روح قلبي هايل. برافو برافو برافو. حقيقي كنت تجنني. حقيقي فكرك هيعجب الناس. ده انت هتكسري الدنيا صدقيني. هينزل امتى الاعلان ده يا صلاح؟ هو الحقيقه انا اصلي لسه ما اتفقتش على الاعلان ده. انما انا متاكد ان صاحب الاعلان لما هيشوفك العمليه هتبقى في التمام قوي قوي قوي. دلوقتي بقى انا عايزك تغيري هدومك عشان تلحقي اجتماع اللجنه. ها انا غيرت رايي مش هروح اشهد ضدك يا صلاح. ومين قال انك انت هتشهد ضدي؟ خدي انا عايزك تحفظي الكلمتين اللي هنا كويس. خد بالك وعايزك تحطي ده كمان حوالين رقبتك. انا لازم اروح. لازم عشان نوبة حد للبتاع اللي اسمها ميسة توفيق دي. ما تيجي معايا. لا معلش خلينا انا بعيد احسن. خايف اغلط في الكلام. لا 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 انت بس احفظي دول كويس. بصي المهم قوي انك انت تحفظي دول كويس وكل شيء هيبقى تمام. ايه دي؟ الحقيقة. الحقيقة والشرف فوق كل شيء. الحقيقة والشرف فوق كل شيء. انت متأكدة ان ده هو مبدأ أستاذ صلاح؟ طبعا دي فلسفته في الحياة يا فندم. دايما هو بيوصلني للبيت يقول لي يا زيزي الحقيقة والشرف فوق كل شيء. ده كلام فارغ. لا ده كلام الاستاذ صلاح. ارجوك يا انسه ماكس ارجوك ممكن ما تقطعيش شهاده الاثبات اللي انت طلبتيها بنفسك؟ يا فندم واضح ان الشاهد حافظه كلامه وبتردده وان صلاح هو صح ولا لا يا ديدي؟ صلاح اشتراك كام؟ ادالك ايه؟ ارجوك يا انسه ماكس ارجوك. فعلا يا ساتر الريس صلاح اداني حاجه. شفتم؟ اداك ايه؟ اداني دي. هايل. دي دلاية خطة تبالي صلاح في عيد ميلادي. حلوة أوي. تحب حضرتك تشوف؟ يا ريت. اسمحيلي. اتفضل. يا سلام. تحب انت كمان تشوف؟ تحب تشوف يا أنسة ميسة؟ لا متشكرة. أنا كان نفسي إن الأنسة زيزي بدل ما تقعد تفرجنا على هدايا الأستاذ صلاح تحكي لنا عن الحفلة اللي كان عاملها من كام يوم. آه قصدك الحفلة الخيرية اللي كان عاملها الأستاذ صلاح. حفلات خيرية ولا حفلات سكر ومسخرة؟ أرجوك يا أنسة ميسة أرجوك ده اتهام خطير بتوجهيه لإنسان مش موجود معانا عشان يدافع عن نفسه. فعلا دي فعلا نقطة مهمة يا سيادة الريس. ليه الأستاذ صلاح مش معانا النهاردة؟ عشان مشغول. أنت عارفة الأستاذ صلاح فين دلوقتي؟ طبعا يا فندم في الهلال الأحمر بيتبرع بدمه. مش هيقبلوه هيلاقوه زفر. أرجوك يا نسا ميسا أرجوك.
وش معنى النهارده بالذات اللي الاستاذ صلاح راح يتبرع بدمه؟ عشان ما كانش لوحده، كان مع فريق الكشافه بتاعه. فريق الكشافه؟ ايوه فندم. يا هو الاستاذ صلاح عضو فريق الكشافه؟ وفي جمعيه تحسين الصحه والمحافظه على البيئه كمان. كمان عندك حاجه تانيه عاوزه توديها انسه ميسه؟ بعد ما اثبتت شهاده الاثبات اللي انت جايباها ان الاستاذ صلاح فؤاد فوق مستوى الشبهات. كانت تمثيليه هايله اللي عملتيها جوه دي. لو قلتي تزعلي مني والنبي ما تزعليش. بالعكس ده انا معجبه قوي بمواهبك. انت حقك تشتغلي في السينما. هيحصل اول ما تنزلي اعلانات الفنجوش. الايه؟ فنجوش دي حاجه جديده صلاح بيحاول يتفق عليه. يحاول؟ اه، واول ما هيتفق هيعمل لي اعلانات تقلب مصر كلها. بقى كده سامحيني ما تزعليش مني، دي فرصة العمر اللي طول عمري استناه. امال ايه؟ فعلا هي فرصة العمر. عن اذنك مع السلامة منى. ايوه سيبي كل حاجة واتصلي برؤساء الاقسام، في اجتماع حالا لتجهيز حملة دعاية الفنكوش. كركوش؟ كركوش ده ايه؟ فنكوش اف ان كوش. اه معرفوش. دي حاجة جديدة عايزاكي تعرفي لي هي ايه بالظبط. صلاح فؤاد بيحاول ياخد حملة الدعاية الوكالة عنده، لكن احنا لازم ناخدها بالذوق بالعافية هناخدها. بس انت متأكدة انك قده؟ ده ضرباته كلها تحت الحزام. يبقى احنا كمان هنضرب تحت الحزام. دي حرب يا منى، حرب. ساعات الانسان بيضطر انه يستخدم سلاح عدوه عشان ينتصر عليها. يعني معناها بقى ان في حفلات وغمرة وشرب و... صح. اسمحي لي بقى أكون أول متطوعة للقتال في الصفوف الأمامية. أنا متشكرة يا منى، أنا مقدرة موقفك ده. المهم راجل هو اللي يقدر. برافو يا سيزي. لا برافو قوي قوي قوي، أنت هايلة. أنت اللي هايل يا صلاح. أخبار الفنكوش إيه؟ إعلاناته هتنزل إمتى؟ قريب إن شاء الله، قريب. بس أنت أصلك اللي يعني لازم تعرفي الحاجات دي بتاخد وقت، يبقى في لجان وقرارات واجتماعات وحاجات زي كده. انا عايزك تطمني خالص، تاكدي يا زيزي ان مستقبلك في ايدي امينه. انا ومستقبلي وكل بين ايديك يا صلوح. باي باي. خلاص علي كله بقى تمام. يعني خلاص مفيش مشاكل؟ مفيش مشاكل علي. هاي كده نبقى قدرنا نوقف اللي اسمها ميسه توفيق دي عند حدها. مظبوط علي. بتهيألي يا صلاح بقى بعد المجهود العظيم اللي انا بذلته في سبيل انقاذ الشركه اللي احنا بذلناها احنا الاثنين، يعني من حقنا بقى صلاح، من حقنا اننا ناخد اجازه اسبوع اسبوعين ونروح بقى نقضيهم في اي مكان بعيد، في الغردقه، في العين السخنه، في شرم الشيخ، اي مكان بعيد عن المدنيه وعن الحضاره، حتى لا فيها لا راديو ولا تلفزيون ولا اي حاجه من دي. يلا يلا صلاح وضب شنطتك ويلا بينا. تعبت انت من الشغل يا علي؟ قوي 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 يا صلاح. يلا صلاح يلا يلا عايز اتفسح. طب كده على طول يا علي؟ اتس ذا تايم. طبعا. طيب هوصل المكتب بس اطمن ان كل حاجه تمام وارجع لك تاني. هي ايه ده؟ مكتب ايه؟ مكتب ايه؟ خليك انت حضر شنطتك وانا هوصل المكتب بنفسي اطمن على ان كل حاجه ماشيه تمام. انت علي؟ انت ناسي يا صلاح ان انا رئيس مجلس اداره الشركه والمسؤول الاول والاخير عن الشركه؟ يلا يلا حضر شنطتك انت وانا هفوت عليك بعد ساعه واحده بالظبط اخدك، اوكي؟ انا رايح المكتب. باظت الشركة. لا مؤاخذة يا علي بيه، أنا افتكرتك الأستاذ صلاح. لحظة واحدة هريدي، تعالى. أي حاجة ممكن أقدر أعملها؟ لا أبدا يا فندم، بس أنا كنت عاوز آخد رأي الأستاذ صلاح في مسألة كده، وحضرتك أصلك يعني يا هريدي يا هريدي حضرتي يبقى رئيس مجلس إدارة الشركة دي، والرأي اللي لازم يتاخد لازم يكون رأيي أنا. أيوه يا فندم، بس المسألة بسيطة مش مستاهلة. أنا اللي أحدد إيه اللي يستاهل وإيه اللي ما يستاهلش. إيه الحكاية؟ الحكاية يا فندم إن الأستاذ عزيز تركي اتصل بيا بيسأل هيعمل إيه في إعلانات الفنكوش اللي اتصورت إمبارح. يا هريدي يا هريدي، إحنا المفروض بنعمل إيه بالإعلانات اللي بنصورها؟ مش بنعرضها؟ ايوه يا فندم، بس الاستاذ صلاح ما جابليش سيره خالص عن اعلانات الفنكوش دي. يبقى اكيد نسي. الحمد لله الحمد لله ان انا موجود علشان افتيك بالراي في الموضوع الهام ده.
هو حضرتك عندك فكره عن اعلانات الفنكوش دي؟ فنكوش؟ طبعا. انت فكرك الاستاذ صلاح ده ممكن يعمل اي حاجه من غير ما ياخد رايي؟ يا هريدي، صلاح من غيري ما يقدرش يعمل حاجه خالص. هو عاده يا فندم الاستاذ صلاح بيبدا بالتلفزيون، بيغرق الدنيا اعلانات تلفزيون، وطبعا عشان يحرك المسائل. انسى الاستاذ صلاح خالص، الحمله دي هتتم بطريقتي انا، بطريقتي الخاصه. اكتب عنك. ايوه يا فندم. من الأحسن إننا نبتدي بإعلانات التلفزيون، نغرق الدنيا إعلانات تلفزيون علشان نحرك المسائل شوية. خلاص يا فندم، أنا هتصل بالتلفزيون حالا دلوقتي. عفارم عليك، عايزك تختار أحسن الأوقات. إعلانات الفنكوش لازم تطص الناس صبح وظهر وليل وحتى بعد ما يناموا، لازم مصر كلها تعرف إن فنكوش وصل. حالا يا فندم حالا. مش عارف، مش عارف الشركة دي من غيري أنا كانت هتمشي ازاي. الكوش ده هيطلع ايه؟ 425 جنيه تحريات. تحريات عن ايه يا أنسة مايسة؟ عن صلاح فؤاد وعن الشركة اللي بتنتج الفنكوش. يبقى عرفتي مكان صلاح؟ لا. يبقى قطعا عرفتي مكان الشركة؟ لا. يبقى عرفت الفنكوش ده بالمية المية يطلع ايه؟ لا. امال غرمت الوكالة 425 جنيه على ايه؟ أنسة مايسة، يا أنسة مايسة، أنا سبق وقلت لك قبل كده 100 مرة مالكيش دعوة بحكاية صلاح فؤاد ده خالص. لكن يا أستاذ حسن، زيزي ربكة أكدت لي إن صلاح فؤاد لسه ما اتفقش على حملة دعاية الفنكوش، وإنها أكبر حملة دعاية في تاريخ الإعلانات كلها. وفي نفس اليوم صلاح فؤاد اختفى. ده بقى معناه ان في اكيد حاجه غلط حصلت. امال الاعلانات اللي ماليه التلفزيون دي النهارده تبقى ايه؟ ما هو ده بياكد كلامي اكتر واكتر. جايز صلاح فؤاد يكون بيحاول يجر رجل الشركه عشان تتفق معاه، وجايز تكون الشركه عايزه تعرف هو يقدر يعمل ايه قبل ما تمضي معاه العقد. لكن اللي اكيد بقى ان الحكايه بظبطت منه خالص، لدرجه ان مفيش حد عارف ايه هو الفنكوش ده ولا بيستخدم في ايه، وعشان كده بقى طفش. هنا بقى فرصتنا عشان نخش بكل تقلنا وناخد منه حملة الدعاية للوكالة عندنا. خلاص يا أنسة مايسة، أنا همشي معاكي للآخر، بس عارفة لو الحكاية دي ما رفعتش لازم تعملي إيه؟ عارفة يا أستاذ حسن. تعملي إيه؟ هدور على وظيفة تانية. يا سلام، يا سلام على الحياة الهادية الجميلة. أهو كده لازم الإنسان يرجع للبدائية علشان ينسى كل مشاكله وعلشان ينسى الدنيا كلها، مش كده ولا ايه يا صلاح؟ صح يا علي، بس احنا هنا طولنا قوي، بتهيألي اسبوعين كفايه قوي بعيد عن المكتب. ما تخافش، قلت لك ما تخافش على المكتب، انا رحت المكتب ووضبت كل حاجه. ده لولايا يا صلاح، لولايا كان هيحصل بلاوي. بلاوي؟ انت بتتكلم عن ايه يا علي؟ ما تخافش يا صلاح، انا مش هقول لحد ان انت نسيت. يلا بلا وسهو يا اخي. ايه هو اللي انا نسيته؟ يعني نسيت تدي اوامرك بخصوص اعلانات الفنكوش، ولولا حسن ادارتي وان انا ما بتفوتنيش لا كبيره ولا صغيره كان زمان اعلانات الفنكوش محبوسه في العلم بدل ما هي مغرقه الدنيا. اعلانات الفنكوش مغرقه الدنيا؟ طبعا، والبركه فيا انا. طب تسمح يا علي بمنتهى الهدوء ومن غير ما تنزعج تقوم تلم معايا كل الحاجات دي؟ ليه؟ لازم نرجع مصر حالا يا علي. ليه يا صلاح؟ من غير ليه. لا بقى، لا، انا كرئيس مجلس اداره الشركه لازم اعرف كل حاجه. انا لازم اعرف ايه اللي حصل، هو ايه اللي حصل. اللي حصل يا علي ان مفيش حاجه اسمها فنكوش. ايه؟ مفيش حاجة اسمها فنكوش؟ مفيش حاجة اسمها فنكوش يا علي. إذا كنت أنت اللي صورت الإعلانات بنفسك. أنا عملت كده أي كلام يا علي علشان أسكي زيزي روكا. علشان تسكي زيزي روكا؟ أيوة يا علي. يعني مفيش حاجة اسمها فنكوش؟ مفيش حاجة اسمها فنكوش يا علي. عبد العال، لم معانا يا عبد العال. لازم نرجع مصر حالا يا عبد العال. مين دول؟ ده
علي بيه والاستاذ صلاح. بتقولي مين؟ علي بيه والاستاذ صلاح. اه افتكرتك بتقولي علي بيه والاستاذ صلاح. كانت مصيبه، شيخ صلاح شايف مصايب، تليغرافات وجوابات من مليون حته ومن مليون محل، غير التليفونات اللي ما بتولش، كلهم عايزين الفنكوش يا صلاح. كلهم عايزين الفنكوش. احنا بعنا حاجه ملهاش وجود يا صلاح، بعنا حاجه ملهاش وجود. شركة أوسكار للدعاية اتخرب بيتها. المركب غيرها يا صلاح. اهدى علي، اهدى وسيبنا فضل. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي يا صلاح؟ مش واخد بالي. يا سيدي ما تدقش. لا في حاجات برضه الواحد لازم يدق فيها. اللي يدق يتعب يا مرسي بيه. اسمحي كلمة كلمة. معلش على اذنكم يا جماعه. اتفضلي يا بابي. ايه في ايه يا مرسي؟ لا ولا حاجه، بس اصل الراجل اللي قاعد جنبيكي فهمي بيه ماله؟ لا مفيش، بس اصل شفته بيحط ايده في اماكن مش هي يعني كده. ايه الفكر المتاخر ده؟ لا هي مش مساله فكر متاخر ولا حاجه، بس اصل يعني مش كده حبيبي. احنا قاعدين سون فاسون. نعم سون فاسون، الأوساط المودرن كده دايما. يا سلام يا سلام، الأوساط المودرن كده دايما. طيب الأوساط المودرن كده دايما خلاص. فانتصر يعني الملك مينا بقى الله يرحمه، كان ملك عظيم قوي. ملك مينا ده هو اللي وحد القطرين، القطرين اللي هم الوجه البحري والوجه القبلي يعني. اثنين. ايوه هما الاثنين. لما وحد القطرين بقى يعني ايه؟ لبس التاج بتاع القطرين، لبس تاج بقى كده عامل زي الشمامه. سربين. ايه؟ عامل زي الشمامه، تاج زي الشمامه وخارجه منه عجوره صغيره كده. كارثه. الملك رمسيس بقى، رمسيس الله يرحمه، كان ملك عظيم قوي هو كمان، بس غاوي بقى ايه؟ غاوي بقى ايه؟ حرب وجواز، اتجوز 92 واحده. 100. 100 ايه؟ بقول لك اتجوز 92 بس. 150. يا عم 150 ايه؟ في حد بيتجوز 150؟ هو اتجوز 92 بس. 200. 200 ايه يا فهم؟ ايه حد بيتجوز 200 واحده؟ اتجوز 92، انا مدرس تاريخ متاكد من اللي انا بقوله. معاك ايه؟ انا ماليش حاجه. ليه؟ فول ايس. فول ايه؟ هو الفول ده ورانا. هارد لك يا رمزي بيه. مبروك. سان فاسون. يعني رمسيس بقى، رمسيس الله يرحمه. غير بقى ان هو اتجوز 92 واحده، خلف 120 عيل. ما هو بقى يومين ما كانش فيه بقى لا ازمه سكن ولا انظر حولك ولا الحاجات دي. يقعدوا يبنوا اهرامات ويخلفوا عيال. مش وقته يا حبيبي. ومرسي بيه ما بيعرفش يلعب كارت؟ لا بعرف العب طبعا. تلعب ايه؟ بلعب شلح. حقيقي حبيب شلح. مره كنت قاعد على القهوه بعرف، كنت بلعب مع الواد بيوم الناتن، ليه واحد صاحبي اسمه بيوم الناتن. ابويا بقى طب وانا بلعب معاه. دخلني البيت من سكان وقعد يضرب، يعني عدمني العافيه في البيت. هو بقى كان قوي البنيه عريض المنكبين، فجه بيضرب انا خليت منه، وقع اتكسرت رجله. اتكسرت رجله حقيقي يعني. انا شايف سيادتك عمال بتخسر من اول ما قعدت، امال هتشتري الفراخ منين؟ البركه في البنوك، تديله اللي هو عايزه بإشارة واحدة. كله على البنوك. كله على البنوك. وفاكرنا إيه؟ إيه؟ كله على البنوك. إيه؟ سلام يا ادم مرسي، لو حد من البهوات دول شغلك اي شغلانه مش الشغل بتاعهم، فراخ، كتاكيت، عصافير، اي حاجه، الواحد كان يبقى مليونير في يوم وليله. مصيبه ان هم ابويا وبتاع زعلانين مني علشان سبت الحكومه. كله على البنوك، هي
كله على البينوت وفكر لاقي كله على البينوت يا لهوي يا زبزب يا زبزب يا بدع يا خربانك يا بدع اللي حصلت يا راجل انك تتجوز عليا طب وحياة النبي ما انا قاعده معاك بعد النهارده شوف ايدي يا بنت ما نشوف ايه هي لسه في حكايه يا بدع يا بدع ما تجيش طايشه ومجنونه يا لهوي اللي انا بعمله ده علشانك وعلشاننا كلنا الكلام اللي بيتقال في الحته ده مظبوط عجبك اصواتك فضحنا في كل الحته يعني انت اتجوزت يا مرسي يا بابا هو انا اول واحد اتجوز على مراته ما الحاج مصطفى الجزار متجوز ثلاث وابراهيم الفران عنده جوز وبيدور على جوز ثاني اخرس مستحيل تكون انت مرسي اللي ربيته انا كنت حاسس انك بتضيع مني يوم بعد يوم انت شطنج شطنج يابا عشان عايز اعيش وعايشكم معايا في العز والخير يقول الخير اللي يجي من وراه وكان بيقول انه رايح يشتغل في اللي يا لهوي اتبيح يا اختي ضاع مني وراح يا لهوي يا بتعة اصل ده مرتبط بده العمليه كلها بتكمل بعضيها يا ابني حرام عليك افصل قلب مراتك وامك وابوك دي الست مالهاش الا دخل جوزها عليه وانا قلت مش هدخل يوم انا قلت مش هدخل يا بنت تدخل ما تدخلش مالكش دعوه بيا بعد النهارده حرام عليك الله يا بنت ما دام يا اخويا مش هيفاجئ عيشتنا خلاص كل واحد منا يروح لحاله بقى عيشه ايه؟ عيشه ايه اللي انت بتقول عليها؟ انت فاكرين العيشه اللي انتوا عايشينها دي عيشه؟ انتوا عايشين تحت الارض ب 10000 متر ولو فضلتوا على افكاركم دي هتفضلوا تحت الارض على طول وعشان تبقى المسألة الصريحة قدامكم انا ما عنديش استعداد ادفن نفسي بالحي انا خلاص حطيت رجلي على طريق العز اللي عايز يمشي معايا اهلا وسهلا مش عايز سكة السلام ما تزودش ولا كلمة اتفضل اطلع بره مش عايز اشوف وشك تاني بره يابا عيب ما تزقش كده ما صح تحرم عليا عيشتك طول ما انا موجود قلبي وربي غضبان عليك في يوم القيامة بره بس يا بنتي ربنا موجود سلوى الهانم مشغوله وطي صوتك مشغوله في ايه معاها فهم بيه بيتناقشوا في امور هامه بيتناقشوا فين انا مش شايف حد هنا في اوضه النوم طبعا اوضه النوم ده ايه عيب يا مرسي بيه ما يصحش اوض النوم ليها حرمه برضه يعني ايه يا عباس يعني حضرتك تقعد هنا تتسلى عقبال الهانم ما تنزل لوحدها تتسلى انت جيت يا مرسي؟ اهلا يا مرسي وحشنا يا راجل اصله قاعد في النادي ليل ونهار يا ستي خليه يتمتع بحياته قول لي يا مرسي انت مبسوط في الجواز؟ طب استاذن انا مع السلامه الله يسلمك ايه اللي جاب الراجل ده هنا دلوقتي؟ انت اتغديت حبيبي ولا هتتغدى معايا؟ كنتوا بتعملوا ايه في اوضه النوم؟ بسألك انت اتغديت ولا هتتغدى معايا؟ وانا بسألك كنتوا بتعملوا ايه في اوضه النوم؟ دي مش محتاجه سؤال. راجل وست في اوضه النوم هيكونوا بيعملوا ايه؟ مش ممكن. مش معقول. ايه هو اللي مش ممكن مش معقول مستحيل تكون كده اسهله يعني انا مش اول راجل في حياتك مش هتكون اخر راجل امال كنت بتلطم خدودك وهريت نفسك من العياط ليه في اسكندريه بعد ما حصل اللي حصل ما انا زي غيري ارجوك يا مرسي مفيش داعي تجرحني اكتر من كده أنا مش قادر أصدق نفسي لغاية دلوقتي. أنت أكيد بتهزري. هي دي الحقيقة. وأحسن تعرفها النهاردة قبل بكرة. الله. ليه طيب؟ ده أنت طول عمرك نجمة في السما السبعة. مليون نفر كانوا يتمنوا يتجوزوكي ويقدموا لك الحياة الطاهرة الشريفة. عايزني أقول لك إيه؟ عايزني أقول لك نفس الأسطوانة اللي بتقولها كل واحدة؟ عايزني اقول لك اب مريض وام عاجزه واخوات غلابه لا ما كانش في اب مريض ولا ام عاجزه
ولا اخوات غلابه عايزين حد يصرف عليهم. كان في انا كنت عايزه البس فساتين واركب عربيات ويبقى لي فيلا شيك زي دي. كنت عايزه اعيش. باختصار عملت اللي انت بتعمله دلوقتي. بس دي جريمه فظيعه. جريمه فظيعه ليه؟ عشان انا واحده ست مش كده؟ طب وانت؟ انت اللي سبت مجتمعك وبيتك واهلك وسبت مراتك، ما هيش جريمه ليه؟ صدقني يا عزيزي احنا الاتنين زي بعض، بس كل واحد فينا ارتكب الجريمه بطريقته. عموما دي حياتي مش عايزه اغيرها. لو حبيت ان احنا نتطلق انا ما عنديش مانع. نتطلق؟ ايوه نتطلق، وكل واحد فينا يروح لحاله. اعتبر نفسك كنت في اجازه من الفقر كام يوم. عن اذنك انا تعبانه وعايزه استريح. جرايه بس يا استاذ مرسي، ما انت عارف ان في الدنيا مفيش حلاوه من غير نار. حتى انت كمان بتتكلم عباس. وما تكلمش ليه بس يا استاذ مرسي؟ ما انا الاخر كان حالي عدم وما كنتش لاقي اكل، فتحت عينيا وطاطيت البصله واديك شايف اهو، بقيت سفراجي محترم وعايش اخر تمام. سفراجي اه، لكن محترم ما افتكرش. يا سيدي ما تدقش في التسميه، المهم انها مستوره وجيبي مليان فلوس. كرامه الانسان وضميره. واحنا احسن من غيرنا؟ كرامه الانسان؟ اديك شايف الضيوف اللي بيجوا شكلهم ايه؟ متنازلين، جاهزين، مستعدين يتنازلوا كمان وكمان كل ما تجيلهم اي فرصه. وانت دلوقتي بقى شيتك معدن وعالي العال، هتسيب ده كله بقى وتروح فين؟ تقدر تقول لي؟ مصيبه اللي انا اتطردت من بيت ابويا. اديك قلتها بعظمه لسانك. يعني لا شغل ولا مأوى. بلاش عند يا استاذ مرسي. فكر بالاداوه وسيب العجله تدور. هتبص تلاقي نفسك بقيت فوق قاعد ومدلل رجليك على العالم كله. صعب علي يا عباس. ولا صعب ولا حاجة، الحكاية بمنتهى البساطة، تسمع وتشوف من غير ما تتكلم ولا كلمة. مرسي مبروك، انا حامل هتبقى اب. مبروك يا مرسي بيه، جالك ولد، الخالق الناطق حضرتك. بصيت له كويس يا عباس؟ الا بصيت له، طبعا بصيت له. شبهي مش كده؟ اه، واخد رجولتك وجمال الست والدتك. وكمان واخد رجولتي؟ بقول ايه؟ اللي انا عايزه حضرتك، تلاقيك كنت خايف عليها قوي وهي بتولد. حد ما يخافش على مصدر رزقه يا عباس. يا سلام،
هو ده الزواج السعيد صحيح. الحمد لله على السلامة حبيبتي. الله يسلمك. مبروك يا مرسي. عقبالك يا نرجس لما تخلفوا ذرية صالحة من أبهات محترمين زي حالاتي. بطل هزار بقى وروح شوف البيبي في أوضة الأطفال. مش لما أطمن عليك الأول. أنا بخير. كلها كام يوم وأخرج من المستشفى. تعال يا مرسي، تعال متع عيلك بضناك. لا والضنا غالي يا نرجس. أنت هتقول لي؟ تعال بقربهولك. لا خليك أنت، يمكن سلوى تحتاج لك في حاجة. طب والنبي يا مرسي، وأنت بتبوسه ابقى سني. ألف مبروك يا روح قلبي. يعملوها كبار ويقعوا فيها صغار يا صاحبي. يا ترى انت ابن مين بالظبط؟ مصيبة انك انت نام هادي ولا على بالك. انت هيهمك ايه؟ بقى ليك اب رسمي والمسائل اخر تمام. تعرف؟ فيك شبه من زكي بيه؟ لا، ايدك بس هي اللي شبه ايده. عينيك بقى عينين فتح بيه. مناخيرك مناخير فهمي بيه على رمزي بيه. شعرك بقى يا قمر الخالق الناطق شعر الحاج محمد بتاع البسبوس. ولسه لما هتكبر بقيه المساهمين هيبانوا. الغريب يا اخي فيك شباب من كل الناس الا مننا، وبالرغم من كده فانا ابوك قدام الناس وقدام الحكومه. شفت الحلاوه؟ مبروك انا ولد وهي بخير ومستناك في اوضه 7. بقول لك ايه يا قمر؟ 10 جنيه ايه؟ اي حد معدي قول له مبروك انا ولد والهانم بخير ومستناك في اوضه 7. كنا زي اليتامى من غيرك. متشكرة يا عمي. متشكرة والله. متشكرة. كفاية بقى، ادوني فرصة أقول أنا كمان. يا أخويا من غير ما تقول، هي عارفة حلاوتها وغلاوتها عندنا. حلاوتها وغلاوتها عندكم حاجة، وحلاوتها وغلاوتها عندي أنا حاجة تانية. انتوا هنا؟ ها؟ ايه الاخبار؟ مرسي بيه بيكسب زي العاده، راجل ايه حظه عالي. اه مكاسب هايفه يا جماعه. عايزه حاجه حبيبتي؟ 100 جنيه. معاك. عايزاك دقيقه واحده، ممكن؟ طب هلف الدور ده واجي لك على طول. انا معايا 4 نسوان. ولا واحده يبقوا 5. تكسب يا مرسي بيه. هتكسب دي تاني؟ حظك. ولا ايه؟ طبعا حلع، ده انا اساسا بتاع لعب. تعالى كمل الدور بدالك. عن اذنكم يا جماعه. اتفضل يا بيه. هكلم زوجتي حبيبتي شريكه حياتي. طبعا ام ضنايا وحبيبي. الله، مش طاعه الزوجه واجب ولا ايه؟ طبعا. مش انتوا بتطيعوا زوجاتكم برضو؟ الله اكبر. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ولا حاجة. انت بتلعبي بره وانا بلعب جوه، كل واحد بيلعب بطريقته. من امتى بتعرف تلعب؟ ما حبيتش اضيع وقت وانت في المستشفى.
هما يلعبوا اه، لكن احنا لا. لا حول ولا قوة الا بالله. ده بدل ما تشكرين على اني بوسع نشاطنا وبزود رزقنا. ازيك يا فوزية؟ وازاي ماما؟ ماما لطيفة قوي. مرة تانية مفيش داعي تزودها مع أي واحدة من الموجودين. زي ما حصل دلوقتي. ليه؟ ليه الأفكار الرجعية دي؟ ما تاخد الأمور ببساطة. سان فوسون. شي ديو. نو 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 نو. أتنسيو تي بارول. ايه ده؟ فرنساوي؟ لو انت ما دريتيش. لا الزمن بيعلم حاجات كتير. رمزي بيه. عايزك حاجه؟ خير يا مرسي بيه؟ لا خير ان شاء الله. واحد صاحبي من بتوع النادي، اخويا وحبيبي زي حضرتك كده بالظبط، مستورد مركب تفاح. بس تفاح ايه؟ من اللي قلبك يحبه. المركب عليها 200 طن، هم في المينا مش عايزين يدخلوا المركب قبل شهر. بالطريقه دي التفاح هيبقى طرش والراجل هيتخرب بيته. والمطلوب؟ كلمة منك، المركب تدخل المينا وانت القرشين الحلوين يدخلوا جيبك. يا كلام، هناخد رشوة يا مرسي بيه؟ أعوذ بالله، حد جاب سيرة رشوة يا راجل؟ دي هدية، والنبي قبل الهدية. ثم إن الثروة ملهاش خاطر عندك ولا إيه؟ الثروة في عينيا، بس دي مسألة مبدأ وكرامة. وبعدين بقى، ما إحنا كمان عندنا مبدأ وكرامة وعايزين نفوت لك من يوم ما اتجوزنا، فوت لنا أنت مرة. وبعدين المثل بيقول: يا راكبين على قفايا، قفايا من راكب داب. ساعدونا انتوا حبة لو كنتوا حقيقي اصحاب. خلاص يا مرسي بيه، تحت امرك. بكره المركب تدخل هنا. انا احب اللون ده. يا سلام، ايه ده كله؟ ما تعرفيش حد في الجمارك؟ لا، ما حصليش الشرف. لا كده غلط يا سلمى، لازم اتصالاتنا تكون على كل المستويات. ولا هقطع روحي في الشغل لوحدي ولا ايه؟ مرسي، أنا شايفة من الأفضل إن إحنا نتطلق. حبيبتي، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. وأنا عموماً مش كاره. أنا بقى كارهة وعايزة أتطلق، قلت إيه؟ في الحالة دي بقى قانون الأحوال الشخصية بصفي. لم هدومك وارحلي في رعاية الله، بس ما تنسيش تكتبي على العربية من ورا، ما تبصليش بعين راضية، ده أنا هفاجئ من اللي فيا. عايزني أمشي من بيتي؟ حبيبتي، من غير انفعال. لازم تعرفي زي ما هو بيتك بيت انا كمان، وبيت ابني حبيبي اللي بيحمل اسمي في شهاده الميلاد الرسميه بتاعت الحكومه. مادام كده بقى استعد للمفاجاه اللي هقولها لك. لا قولي بسرعه، نحسن انا ابتديت اتخض. الولد مش ابنك. ايه ده؟ مش معقول. طب ما انا عارف الحكايه دي من زمان. على اذنك نحسن، ابني حبيبي بينادي عليا شهادة الميلاد. قومي يا اشرب، سلامتك ألف سلامة. إيش فيكي ربنا يا أختي؟ قومي حبيبتي شد حيلك. خدي 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 ثمانية عشان خاطري. بسم الله الشافي المعافي. معلش عشان خاطر يا اختي. بالشفا والعافيه، بالشفا واخرتها يا ابو مرسي. صدق الله العظيم، العلم عند الله. انا يا مؤكرم بالله، ما انت كمان زودتها معاه حبتين. انا يا ام مرسي؟ ايوه، انت مش طردته من البيت؟ طردته من عمايله. وهو يعني كان عمل ايه علشان ده كله يحصل؟ الواد ما عملش جنايه، لا نفسه تعبان من شغله الحكومه، استقال واشتغل في اعمال حره ومال البركه في التجار. ايوه بس كان لازم يتجوز على مراته ويكسر قلبها. كل شيء اسمه ونصيب،
واحنا لو كنا قلنا للبنيه كلمتين طيبنا خاطرها كانت قبلت وعاشت. لزومه ايه احنا بقى نفرق بينهم؟ وانت عايز الحق بقى، انا هتجنن وحزينه على الفراق. بس مش انت لوحدك يا ام مرسي، ربنا يعلم انا كمان حزني عليه قد ايه. ده ابني الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا، ده نور عيني، حته من قلبي. ربنا بس هو اللي يعلم وانا بطرد من البيت كنت بتقطع ازاي من جوه، كاني كنت بطرد روحي من جسمي. عارفه يا اخويا وحاسه من غير ما تقول، عشان كده بترجاك تروح له تكلمه كلمتين تطيب خاطره وتجيبه وتيجي. صوت عليك النبي ما تكسفني. عليه الصلاة والسلام. حاضر حاضر يا ام مرسي. وشك منور اول النهارده، شكلك كده زي ما اكون جبت تاني شويه فراخ بايظين. ما جبنا ووزعناها من زمان. ووزعتهم؟ الله اكبر. اه ما كله على البنوك. كله على البنوك، هي كله على البنوك. ايه ده؟ خدود دي ولا تفاح امريكاني؟ منور يا قمر، منورين، منور. ايه يا زكي بيه؟ خف شويه مش كده؟ هاي انت ما بتضيعش وقت يا عم، خف عننا شويه. هلا هلا هلا. اللي ياكل لوحده يزور. الله، انت هتحسدنا ولا ايه يا مرسي بيه؟ يا عم لا هنحسدك ولا حاجه، انا بس خاف على صحتك. صحتي بومب وحديد والحمد لله، بس مالكش دعوه انت. طب ماشي يا عم. ما تقوم تفرفشينا شويه، تعملي شويه جو كده بدل ما انت قاعده. اه مفيش مانع، بس صحيت ابوك مفيش داعي لحكايه الخلف دي تاني، احسن بتحرمنا من قعدتها الحلوه. بتقول لنا ليه؟ الله، مش انت تزوج يا راجل؟ اختشى ايه؟ قوم يا جميل قوم. في شربي يا جماعه، تخيلتي هات الشرب بقى. قطيتي جامد، عايز تخيل جامد. مين حضرتك؟ أنا جاد الحق. أحب الحق وأموت في الحق يا سجاد الحق. أي خدمة؟ لا أبداً، بس كنت عاوز أقابل مرسي. آه مرسي بيه، اتفضل اتفضل. بس خد لك جنب. الله. شايفين يا جماعة التيب الجميل ده؟ أهلاً أهلاً أهلاً. معايا ولا ترقص لوحدي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام، اتفضل. ايه ده يا مرسي؟ ده اصله حفله، واحد صاحبي عيد ميلاده وبنعيص له. ويا ترى مراتك انهي واحده فيهم؟ اتفضل يابا. طب استريح. اتفضل. بسالك مراتك انهي واحده فيهم؟ مين ده يا مرسي؟ أنا والد الأستاذ. أهلاً أوك، أنا المدام. أنا مواكرم. الله، ده بيقول إنه والده. أنا كان عندي سفرجي يشبه له بالظبط، بس على أنضف. طردته عشان كان بيسرق اللحمة. راح فين يابا؟ أنت مين؟ أنا ابنك مرسي يابا. مرسي. مرسي مات. مات من زمان. مات من يوم ما ساب بيتي. يابا ما تلمسنيش. أنا طاهر. لعنة الله عليك يوم الدين.
لعنة الله عليك ليوم الدين. ايه ده يا مرسي بيه؟ ده ابوك ده باين عليه دقة قديمة قوي. هو موديل سنة كام؟ اللي حصل ده مهزلة. أنا عمري ما اتحطيت في موقف سخيف زي ده. ما سألتش نفسك موقفي إيه قدام ضيوفي وأنت بتتهان من راجل بالشكل ده؟ ده أبويا. بس كان لازم برضه يراعي كرامتك. يا ستي، ما إحنا اتنازلنا على كرامة من زمان. إشمعنى دلوقتي؟ يا ريتك يا بابا تدعي لي بدل ما تدعي عليا. ولدي ولدي
يقطع الجواز وسنينه، ما كنا عايشين براحتنا وفي الهنا كله. سلامته ناوي يرقد هنا على طول؟ ده بقى له رايد 4 ايام. مش شغلك. انا عارف انه مش شغلي، ما قلتش حاجه، بس قطع الرزق وحش. مرسي. الطريقة اللي فلسع بيها دي بتقول انه لا يمكن هيرجع تاني. اسمعيني انا يا اختي. قتلت ابوك يا مرسي، الله يسامحك، الله يسامحك، الله يسامحك. كان نفسي اعيش كويس زي بقية الناس اللي حواليا ما عايشة. حبيت اكسب الدنيا والاخر خسرت الاتنين. ما سمعتش كلامك يا بابا. وحشني وحشني. سبتني لمين؟ مبقاش في حد يسأل عليا. ده انت كنت ابويا وصاحبي وحبيبي. وحشني يابا. نفسي اصلي الفجر معاك يا حاج. رد عليا يابا، رد عليا. كفايه يابا عذاب فراق، بلاش عذاب ضميري. سامحني يابا، سامحني يا حاج، سامحني يابا. والنبي ما انتوا قايمين. عيب؟ خايفين من ايه؟ انا ده كتير جوزها. يعني جوزها؟ خايفين من ايه؟ كلنا واحد. كلنا مع بعض صنف في صنف. هنا يا مرسي. ارمي المسدس اللي في ايدك ده. ارمي المسدس؟ معقول؟ ارميه ازاي؟ ده انا شاريه بالفلوس اللي بعت بيها كرامتي وشرفي. مرسي انت مش في وعيك. مش في وعي ازاي؟ انا عمري ما كنت في وعي زي النهارده. يا مرسي بي، مفيش داعي للتهور. أي تصرف غلط منك في ساعة غضب في إحراج لمركزي. أما أنت راجل مسخرة صحيح، بقى خايف على مركزك في الدنيا ومش خايف على مركزك في الآخرة؟ ثم إحراج إيه؟ أنت هتموت، مش هتسمع أي واحد وهو بيلعن فيك وفي اللي جابوك. أرجوك يا مرسي كفاية كده. ما تنساش إني راجل كبير ومريض. انت مش كنت بتقول لك انت بامبو حديد؟ دلوقتي بقيت كبير ومريض. سلام على الملعب. ما يعرفش قد ايه هو ضعيف الا وقت الشده. فاهم ايه؟
انت عزيز عليا قوي، انا هريحك من المرض خالص، هكسب فيك ثواب. انت بتزعقي ليه؟ بتزعقي ليه؟ رزق كتير، رزق واسع، في 10 رصاصات هنا. تحبي تشوفي؟ دي عشان فوزي بيه، ودي عشان رمزي بيه، ودي عشان زكي بيه. دول بقى جدعانة من عندنا عشان الحبايب اللي احنا ما بنعرفش اساميهم. ما تزعليش مني، هي الدنيا كده زي ما كنت دايما بتقولي، مبنية على التنازلات. وانت استفدت كتير، ما فيهاش حاجة لما تتنازلي عن شوية من عمري. استأذن أنا بقى بشرفي، لو قفشتكوا في جهنم مع بعض انتوا حرين. ايه يا صاحبي؟ هتروح فين وتيجي منين؟ عايز تعيش؟ عايز تبقى مرسي تاني؟ انا هكسب فيك ثواب، هريحك من الدنيا وبلاويها. ده وقت ضحك برضه. هتعمل ايه قول لي؟ تعالى معايا. تعالى معايا. واللي هيرسى عليا هيسرى عليك. الغفور الرحيم موجود. فتحت الجلسة. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم مرسي جاد الحق أيوب بالسجن لمدة 3 سنوات، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقافا شاملا ووقف ما ترتب على ذلك من آثار، حيث أنه تبين للمحكمة أن المتهم ارتكب جريمته وهو في حال الدفاع شرعي عن العرض. رفعت الجلسة. شمال في البدرون. الله، مين؟ مرسي؟ مش فاكرني انا؟ فيفي.